السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد، أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثاني من شابتر 1 أو الفصل الأول Our Natural World أو عالمنا الطبيعي، في المحور الثاني The World Around Me أو العالم من حولي، كتاب Discover اكتشف منهج KG2. وكنا وصلنا المرة اللي فاتت لنهاية page 63، والنهاردة إن شاء الله هنكمل. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد ونقدر كلنا نستفيد مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم. ولو مش معاك كتاب الديسكوفر، اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين العنوان بتاع البيج هنا Leave Wrapping. Leave Wrapping يعني بصمة ورقة الشجر. بصمة ورقة الشجر احنا كنا عرفنا دايما ان كل شكل من الاشكال بيبقى ليه بصمة، بيبقى ليه تفاصيل على جسمه حتى ورقة الشجر، ونعرف ناخد بصمة الأشياء أو الـ texture wrapping بتاعت أي حاجة عن طريق إن احنا بنحطها تحت ورقة، تكون الورقة دي مثلا ورقة بيضة عشان خاطر يبان فيها الشكل بشكل صحيح، ونمسك قلمنا الرصاص يعني نميله للجنب شوية كتير، يخليه مايل للجنب شوية كتير علشان خاطر نحركه على ورقة الشجر وهي تحت ورقة الكتاب مثلا. لو هناخد البصمة بتاعت ورقة الشجر على الورقة بتاعت الكتاب، نحط ورقة الشجر تحت ورقة الكتاب، وبعدين نمسك قلمنا رصاص ويكون مبري كويس، ونروح محركين القلم الرصاص وهو مايل على جنبه كتير على ورقة الشجر من فوق لتحت أو من اليمين للشمال، لغاية ما نلاقي شكل ورقة الشجر بدأ يطبع على ورقة الكتاب وظهر شكل ورقة الشجر كأننا شفينها أو رسمينها. ده اسمه بصمة ورقة الشجر أو leaf wrapping، بصمة ورقة الشجر. leaf يعني ورقة الشجر، wrapping بصمة أي شكل اسمها الرابنج بتاع اي شكل. والدايركشنز بتاعت البيج هنا obtain one leaf يعني هات ورقة شجر، place the leaf under the paper حط ورقة الشجر دي تحت الورقة بتاعت الكتاب، use a pencil استخدم قلم رصاص، wrap the pencil back and force lightly over the paper above the leaf يعني ايه wrap؟ يعني حرك القلم بشكل افقي يعني مايل على الجنب، the pencil back and forth القلم من الخارج للداخل من بره لجوه، lightly يعني بالراحة عشان ما تقطعش ورقة الشجر وما تقطعش ورقة الكتاب، over the paper فوق الورقة حركه فوق الورقة بالراحة مش جامد علشان ما نقطعش الورقة، above the leaf في الحتة اللي موجودة فوق ورقة الشجر. وزي ما احنا شايفين هنا هو مدينا مساحة فاضية كبيرة نعمل فيها الرسمة دي او ناخد فيها ورقة الشجر والبصمة بتاعتها، واحنا ممكن نجرب بورقة صغيرة وممكن نجرب بورقة متوسطة ونشوف الشكل الجميل اللي هيطلع لنا عامل ازاي. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي. والكلمات الجديدة يعني obtain يعني هات او حصل او جيب، one leaf يعني ورقة شجر، one leaf يعني ورقة شجر، place place بتيجي بمعنى مكان وبتيجي بمعنى حط في مكان، هنا place يعني ضع في مكان، the leaf حط ورقة الشجر، under the paper أسفل، under يعني أسفل، the paper يعني تحت الورقة، under the paper يعني أسفل الورقة اللي هي بتاعت الكتاب، use استخدم a pencil قلم رصاص، wrap يعني حرك، wrap يعني حرك، the pencil القلم الرصاص، back يعني للخلف and force وللأمام، lightly بالراحة، lightly بخفة، lightly بخفة، over the paper فوق الورقة، above the leaf في الحتة اللي هي above يعني فوق برضو، the leaf ورقة الشجر في المكان اللي موجود فيه ورقة الشجر تحت ورقة الكتاب. ونتنقل للبيج اللي بعد كده ونشوف موجود فيها ايه، هي page 65 او صفحة 65 وعنوانها celery. celery يعني كرفس، celery يعني كرفس.
وهنا زي ما احنا شايفين هو بيكلمنا عن الكرفس. واللي ما يعرفش الكرفس يا اصحابي هو نوع من انواع النباتات، ورقه كبير شوية احنا هنشوف شكله وصورته، هو رسمها لنا في الكتاب علشان نلونها، وبيحكي لنا حكاية جميلة قوي عن الكرفس هقولها لكم دلوقتي. والدايركشنز بتاعت البيج هنا: draw the celery، draw يعني ارسم، the celery يعني الكرفس، today and tomorrow، today يعني النهاردة اليوم، and و tomorrow اللي هو بكرة غدا. وهو هنا جايب لنا صورتين للسيلري او للكرفس، والصورة الاولانية سيلري before سيلري after، يعني الكرفس قبل والكرفس بعد. وعايز اقول لكم حاجة يا اصحابي، هو هنا في البيج دي عايز اعرفنا حاجة جميلة قوي، ازاي المية بتمشي في جوه الساق او جوه الستم بتاعت النبات اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، من السويل او من التربة او من المكان اللي مزروع فيه النبات في الارض لبقية اجزاء النبات. احنا عرفنا الكلام ده في الدرس اللي فات، واللي مش عارفه يقدر يرجع للدرس اللي فات هيلاقيه مشروح بالشكل المفصل وبالتفصيل. فهو النبات بيبقى فيه اربع اجزاء زي ما احنا قلنا: الروتس والستم والليفز والفلاورز. فاحنا هنا عندنا بيكلمنا ازاي المياه بتمشي من الروتس او من الجذور بتاعت النباتات اللي مزروعه في الارض ليه، وتعدي عن طريق الستم، الستم اللي هي الجزء ده اللي هو الساق، علشان توصل لبقية أجزاء النبات اللي هي الأوراق والأوراق والفلاورز أو الأوراق والزهور، الليفز and flowers أو الأوراق والزهور. فهو هنا ممكن نعمل تجربة بسيطة قوي عشان نلاحظ الحركة بتاعت المية من الجذور لبقية أجزاء النبات. احنا ممكن نجيب لون، واللون ده يكون من الألوان بتاعت الطعام بتاعت ماما، ونحطه في كوباية مية أو 4 سنتي مية صغيرين جدا في كوباية شفافة، نحط عليهم اللون ده. ودي تجربة احنا ممكن نعملها في البيت، وممكن المستر بتاعنا يعملها لنا في الفصل، ان هو المفروض ان هو يعملها لنا. بنجيب كوباية شفافة ونحط فيها شوية مية صغيرين، ونحط فيهم بعض نقط اللون، يكون أحمر أو أي لون غامق، بس ما نستخدمش اللون الأصفر عشان التجربة تبان. هنحط اللون ده في المية، المية هيبقى لونها أحمر، ويكون عندنا كرفس. الكرفس ده الساق بتاعته مقطوعة بحيث إن هي تسحب المية على طول من الكوباية لبقية أجزاء النبات. اللون اللي في المية ده هيخلي المية مميزة، لونها أحمر مثلا. فالنهاردة حطينا الكرفس في الكوباية دي، المفروض إن الساق أو الستم يسحب المياه عشان يغذي بيها أجزاء النبات. لو جينا بكرة هنلاقي اللون ده انتشر في بقية أجزاء النبات، وهيخلي العروق بتاعت النبات من جوه لونها أحمر، وده هيورينا ازاي المياه بتتحرك في الساق أو في الستم وتمشي لغاية ما توصل بقية أجزاء النبات. احنا بنعرفكم التجربة دي مش المفروض تعملوها خالص، المفروض ان هي تتوضح لكم في الكلاس أو في الكلاس روم في الفصل يعني، لكن انا بقولها لكم وبعرفكم هي التجربة دي عشان اللي محضرش الدرس ده أو مخدهوش يبقى عارف المطلوب أو المطلوب منه يشوف ايه في الشرح بتاع البيج دي. فهنا هو بيطلب منك ان انت تلون السيلري النهاردة وتلونه بكرة. النهاردة هيبقى لونه مثلا اخضر عادي، بكرة ممكن تديله لون تاني مختلف توضح فيه حركة المية من الكوباية لبقية اجزاء النبات بلون تاني مختلف. وهو هنا بيعرفنا في اسفل البيج what plant part، يعني ايه جزء النبات carries، اللي هو بيحمل، كاري يعني يحمل، كاريز يحمل، water up المية من أسفل لأعلى، the plant لأجزاء النبات. What plant part carries water up the plant؟ إيه الجزء من النبات اللي بيحمل المية من أسفل لأعلى لباقي أجزاء النبات؟ وهو احنا زي ما احنا عارفين ان النبات متكون من الروتس، الروتس بتبقى اللي هي الجذور، الليفز، الليفز اللي هي الأوراق، الستم، الستم اللي هو الساق، والفلاورز او الفلاور اللي هي الزهرة او الزهور. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي. ونوصل لبيج 66 او صفحة 66. وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض اول باول. هنا البيج هنا عنوانها plant needs، plant needs يعني النبات، needs يعني يحتاج، plant needs يعني النبات بيحتاج. هو بيقول لك هنا النبات بيحتاج ايه علشان يعيش، عشان ما يموتش. فهنا الدايركشنز بتاعتنا في البيج دي: draw a picture
ارسم صورة to illustrate لتوضح this story هذه القصة. draw يعني ارسم, draw ارسم a picture to illustrate this story يعني ارسم صورة توضح القصة دي. وهو بيحكي لك هنا قصة, هيقول لك قصة معينة مفروض منك ان انت لما تسمع القصة دي ترسم صورة توضح القصة دي بتحكي عن ايه. القصة بعنوان Sarah's plant او النبات بتاع سارة. Sarah's plant نبات بتاع سارة. بتقول لك Sarah has a plant, سارة عندها نبات, تملك نبات. The plant needs soil, النبات محتاج تربة. التربة اللي هي الارض اللي بتزرع فيها النباتات يا حبايبي دي اسمها soil او تربة, اللي هي الجراوند الارض اللي بتزرع فيها النبات اسمها soil. The plant needs air, النبات بيحتاج هواء عشان يتنفس, لان احنا عرفنا قبل كده ان الكائنات الحية بتحتاج تتنفس. The plant needs water, النبات بيحتاج مية. water يعني مية, احنا عرفنا قبل كده ان النبات كائن حي والكائنات الحية بتحتاج ان هي تشرب مية. The plant needs sunlight, النبات بيحتاج لضوء شمس علشان يعمل عملية اسمها عملية التمثيل الغذائي, اللي هو زي بالنسبة لنا احنا لما بناكل اكل وبنهضمه جوه جسمنا عشان يدينا طاقة. النبات ما عندوش الحكاية دي, النبات عنده ان هو بيسحب المية والاملاح المعدنية اللي هو الغذاء بتاعه من السويل او التربة اللي في الارض او الارض يعني, وبيدخلها جوه جسمه. ما عندوش جهاز هضمي, ما عندوش معدة يهضم فيها الكلام ده, عنده حاجة اسمها تمثيل ضوئي اللي هو لما بيتحط في الضوء الحاجات دي جواه بتتفاعل مع بعضها وبتديله طاقة وتخليه لونه اخضر اكتر وبيبقى جميل وبينمو وبيكبر. فهو بيحتاج هنا حاجة اسمها sun light, sun يعني شمس, light يعني ضوء, فهو هنا بيحتاج ضوء الشمس. تمام, فنقولهم مرة تانية. Sarah has a plant, Sarah عندها نبات. The plant needs soil, النبات بيحتاج تربة. The plant needs air, النبات بيحتاج هواء. The plant needs water, النبات بيحتاج مية. The plant needs sunlight, النبات بيحتاج ضوء شمس. فهنا دي الستوري, والكلمات الجديدة في البيج هنا needs يعني يحتاج, draw يعني ارسم, picture يعني صورة, illustrate يعني توضح, illustrate يعني توضح this story هذه القصة. plant نبات, soil تربة, air هواء, water ماء, sunlight يعني ضوء الشمس. وهو سايب لك هنا في البيج بوكس كبير, مساحة كبيرة, مربع كبير ترسم فيه صورة تعبر بيها عن الستوري دي وتوضح الحكاية اللي انت سمعتها دي بتحكي عن ايه. وبكده نكون انتهينا من شرح النهاردة ونوصل لفقرة لوحة الشرف واسماء اصحابي الحلوين الشاطرين اللي بعتولي في تعليقات وعرفت ان هم متابعين وشاطرين كويس جدا وبيذاكروا متابعين معانا كويس جدا. والاسماء هي بشرى, جنى, اكرم, معاز, سما او سما ايمن, عبد الله, ريناد, موسى, تسنيم, يوسف جمال او يوسف. كلكم شاطرين وكلكم حلوين وان شاء الله كلكم تبقوا اشطر الناس واحسن الناس. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك, والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير, وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.